के रिश्ते से हर मखलूक का तआवुन किया जाए, उसके साथ हमदर्दी और खैरख्वाही का मामला किया जाए। यही वजह है कि जब कभी कोई कुदरती आफत आती है और तमाम इंसानी अफराद जिस मुआशरे की सख्त कहरताली में शिकार होते हैं तो तमाम मुस्लिम तंजीमें جل وعلا وبالتمسك الحقيقي بسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم والصدق الظاهر والباطن لدينها والأخذ بأسباب النصر فلا منقذ لهذه الأمة إلا التوجه النابع من القلب لمحبة الله ومحبة رسوله عند الأوامر والانزجار عن النواهي والعمل بالشريعة في الحكم والتحاكم وفي جميع شؤون الحياة كلها صغيرها وكبيرها قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أسباب تخلف المسلمين اليوم إضاعة الصلوات واتباع الشهوات إخوتي في الله إن المساجد تشكو من قلة المصلين فيها فالناس اليوم إلا من رحم الله ضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فضعفت الأمة بسبب هذا التضييع للصلوات فالصلاة هي عماد الدين ولا يمكن لهذا الدين أن يقوم بغير هذا العماد وكذلك لا يمكن لهذه الأمة أن تنتصر وتكون قوية بغير هذا الدين ومن الأسباب عدم الإعداد للعدو والرضا في أخذ حاجاتهم من عدوهم وفي إنتاج حاجاتهم من بلادهم وطلباتهم وكذلك أيها الإخوة بنا لنستعرض بعض أسباب النصر التي من خلالها تصبح أمة الإسلامية في قوة وعزة ومن الأسباب الإيمان والعمل الصالح ووحدة الصف قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله أما الرجال فقد مضوا من يومهم وتقلبت ببنيهم الأعصار كما ورد في الحديث الشريف كما تداعى الأكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة يومئذ قال رسول الله ملحدين ونحن أمة الإسلام أمة الحق والهدى والبيان ونحن أحق بالقوة والمناعة والنصر ولكن أيها الإخوة تعالوا بنا لنرى ما الأسباب التي جعلتنا أضعف الأمم وأذل المجتمعات إلى الإغلاق فالأسباب كثيرة ومتعددة في جميع الجوانب إن من أسباب ضعف الأمة ضعف الإيمان آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لو ارتقوا إلى مرحلة المؤمنين لكان نصرهم الله قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين لو كانوا مؤمنين لكانوا هم الأعلى بين الشعوب والملل قال الله فإذهبوا إلى آيات القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائل سالے آخر سنتی درجات میں شعرا کا امتحان کی جملہ تعداد 581 رہی اور کامیاب 364 رہی نتیجہ کامیابی 67% رہا جن میں مولوی 253 عالم 160 فاضل 133 کامل التفسیر 1 کامل الحدیث 28 کامل الفقہ 3 کامل التاریخ 1 کامل الادب 2 مولوی تکامل سال اول غیر سندی درجات میں شریک امیدواروں کی تعداد 936 رہی جن میں کامیاب امیدواروں کو سال آخر سندی درجات میں شرکت کا اہل قرار دیا گیا کامیاب طلبا کی تعداد 465 رہی اور نتیجہ کامیابی 56% رہا تہتانی بستانی اہل خدمت شرع میں جملہ 309 طلبہ شریک رہے جن میں 248 طلبہ نے تکمیل حج میں مختلف درجات سے کامیابی حاصل کی جن میں 93 طالبات بھی شامل ہیں امتحانات قرات سبا واجل و قرات سیدنا امام عاصم کوفی کے شعرا کا امتحان کی تعداد 2330 رہی جن میں ذکر کی تعداد 899
اناس کی تعداد 1412، امتحانات قرآت میں جملہ 1575 امیدواروں نے مختلف درجات سے کامیابی حاصل کی اور نتیجہ کامیابی 76% رہا۔ امتحانات نصاب اہل خدمات شریعہ، ان امتحانات میں شریک امیدواروں کی تعداد 1724 رہی، جن کی تفصیل یہ ہے: نائب قضات 281، کامیاب شدگان 199، خطابت 110، کامیاب 95، امامت 826، کامیاب 648، موزنی 253، کامیاب 177، ملا 256، کامیاب 176، جملہ شرکاء امتحان 1724 اور کامیاب 1295 اور نتیجہ کامیابی 82% رہا۔ That it is said in a well-known hadith, among all the things that Allah subhanahu wa ta'ala has made legal, divorce is most hateful. This hadith encapsulates the complex attitude towards divorce. On the one hand, it is permissible to end a marriage, that is to say that the hardships of an intolerable lifelong union need not to be endured. On the other hand, divorce is the final resort and to be avoided if at all possible. Dear audience, now I will say something about inheritance. Islam has given clear guidelines to its followers and regarded in general the men and the women as to have equivalent rights, including but not limited to working, acquiring wealth, possession of property. And the concept of inheritance, the Quran declares, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. For men, there is a share from what their parents and close relatives leave. And for women, there is a share from what their parents and close relatives leave, be it little or considerable, a definite share. This verse makes it clear that, like men, women inherit and have a definite share. Dear listeners, it is a widespread misunderstanding that Islam discriminates women on gender basis and didn't give her inheritance right as compared to her counterpart. To answer this misconception, I would say that is true that regarding inheritance, Islam has differentiated between men and women. However, this differentiation is due to realistic perception and the financial obligation that the men bear.